بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتاب لي كومبروندر، ونستأنف مع لو جورنال دو بوسيني. طبعا كنا قد انتهينا مع هذه الفقرات، فهذه الفقرة إن شاء الله سنكمل مع لو فوكابيلير. إذا سنرى بعض المصطلحات كما عندنا هنا، دي شوز ميستيريوز، دي شوز ميستيريوز، إذا نتكلم عن أشياء غامضة. إذا هنا عندنا التعريف كما تلاحظوا، هنا عندنا التعريف، تعريف هاد العبارة دي شوز ميستيريوز كما ذكرنا فيما سبق، حيث نتكلم عن لو ميستير. لو ميستير إذا نتكلم عن الشيء الغامض الذي لا نعرف حقيقته. دي شوز ميستيريوز، إذا المقصود بها هنا دي شوز كيل كاش، هنا نتحدث عن أشياء غامضة عند بوسيني، شي بوسيني، المقصود بها دي شوز كيل كاش، إذا نتكلم عن أشياء التي يخبئها. دي شوز كيل كاش، كيل كاش، أشياء التي هو يخبئ. كو بيرسون نو بوفوار، كو بيرسون نو بوفوار، والتي لا أحد نو بوفوار، يمكن رؤية، يمكن رؤية، المقصود هنا يمكن رؤيتها، لا أحد يمكن أن يراها. إذن إي كو بيرسون نو بوفوار، والتي لا أحد يمكن أن يرى، المقصود والتي لا أحد يمكن أن يراها. إذا نتكلم عن الأشياء الغامضة، طبعا هنا حسب النص نتحدث عن الأشياء الغامضة التي هي بحوزة بوسيني، ولكن ممكن أن هذا الأمر يهم أمورا أخرى غير بوسيني. نتكلم عن أشياء غامضة في مجال معين أو في جهة معينة إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن دي شوز ميستيريوز، في المذكر نقول ميستيريو. ثم عندنا أندرول دونو، كما رأينا فيما سبق، كما نتكلم عن اسم مضحك في التعريف أن نو كون نو رونكونتر با سوفون، إذا نتكلم عن اسم كون نو رونكونتر با، والذي لا نلتقي، المقصود هو الذي لا نلتقيه، المقصود هنا والذي لا نلتقيه سوفون في الغالب، كون نو رونكونتر با، والذي لا نلتقي، والذي لا نلتقي، المقصود هو الذي لا نلتقيه سوفون في الغالب. إذا نتكلم على واحد الاسم لما تنتلقوش في الغالب، يعني قليل فنسمعوه. إذا بمعنى آخر نتحدث عن اسم غريب أن درول دو نو. ثم إكي أميزون، والذي هو في نفس الوقت مسلي، المقصود أنه مضحك. إذا نتكلم عن اسم مضحك بحال اللي شفنا قبل بوسيني. كما نتحدث عن فريخ، هي تصغير لكلمة بوسا. ثم عندنا بيرسي، الفعل اللي شفنا قبل، لا مامون بيرس بيبي دون سي برا، إذا لا مامون بيرس بيبي دون سي برا، إذا الأم. طبعا كلمة بيرسي في الأساس تعني أنك تحرك الرضع دون سون بيرسو، يعني في مهده. نتكلم أحيانا عن دي بيرسو أو طومبو، من المهد إلى اللحد. لو بيرسو المقصود بها طبعا المهد، ومن كلمة بيرسي. كما نقول أنك تحرك الرضع في المهد، أي حركة بهذا الشكل نعبر عنها بهذا الفعل اللي هو فعل بيرسي. هنا مثلا لا مامو بيرس بيبي دون سي بغا، إذا الأم أن تحرك الطفل دون سي بغا في ذراعها، في ذراعها، إذا وكأنه هو ينام في المهد ثم يتحرك بنفس الشكل. ثم عندنا دي شوفو بلون، دي شوفو بلون، إذا نتكلم عن الشعر أشقر كما رأينا فيما سبق. طبعا لا نتكلم عن دي شوفو بلون، هذه تعني أبيض، هنا نتحدث عن شعر أشقر. دي شوفو بلون مونتخ موا أن كاماراد كي لي شوفو بلون إي أن أوتخ كي لي شوفو بغا، إذا مونتخ موا أظهر لي، بين لي، وضح لي، أريني، مونتخ موا. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب مونتخي، هنا عندنا لو فيرب مونتخي، مونتخ موا أريني. أن كاماراد أريني صديقا أو رفيقا، كما عندنا هنا كي لي شوفو بلون، والذي عنده شعر أشقر، إذن وريني واحد من التلامذ اللي معاك اللي عنده الشعر أشقر. مونتخ موا أن كاماراد كي لي شوفو بلون. ثم إي أن نوتخ، المقصود به هنا إي مونتخ موا أن نوتخ كاماراد كي لي شوفو بلون، إي أن نوتخ هو آخر المقصود، وأريني رفيقا آخر كي لي شوفو بغاه، والذي عنده شعر كما نقول بني بغاه،
طبعا في المؤنث نقول بغين، في المؤنث نقول بغين، في المؤنث نقول بغين. بنية، طبعا بغا دو لون بني. ثم عندنا لي فراز الجمل افون دو سكوشي، قبل ان يستلقي، كما نقول قبل ان يذهب الى السرير، قبل ان يستلقي على السرير افون دو سكوشي. اذا عندنا هذه العباره قبل ان ينام il dit bonsoir à sa maman. اذا هو يقول امسيه سعيده à sa maman لامي، كما لو يقول لها مثلا ليله سعيده. اذا هنا عندنا امسيه سعيده. اذا avant de se coucher، قبل ان ينام، il dit bonsoir à sa maman. اذا هو يقول مساء سعيد à sa maman لامي. نتحدث عن هذه العباره avant de، avant de قبل كذا، افون دالي اطابل، قبل الذهاب للمائده او للطاوله في حاله اخرى، il se lave les mains، قبل الذهاب الى المائده il se lave les mains. اذا هو يغسل نفسه اليدين، اذا هو يغسل اليدين، ولكن ما عندناش هو يغسل اليدين، عندنا هنا لو فيرب سولافي. طبعا لو فيرب سولافي عنده هاد السو، نتحدث عن الفاعل يقوم بالفعل بنفسه وعلى نفسه، يقوم بهذا الفعل من هو إليه. إذا نتحدث في الحالة عن فعل يبتدئ بالسو، إذا إيل سولاف، إذا هو يقوم بغسل، غسل ماذا؟ كما نقول أنه يغسل نفسه يديه، إيل سولاف ليما، لأن هذه اليدين هي منه، إذا إيل سولاف ليما، إذا هو يغسل نفسه اليدين، إيل سولاف ليما. أفون دالي أطابل، إذا قبل الذهاب إلى المائدة، إيل سولاف ليما، هو يغسل اليدين. المقصود هو يغسل يديه افون دالي جوي الى برونسي لوسون. اذا قبل الذهاب للعب، افون دالي جوي، قبل الذهاب للعب الى برون، الى برون هو يتعلم سي لوسون دروسه، اذا هو يتلقى دروسه الى برونسي لوسون، اذا هو يتلقى دروسه. ايسي هنا لو فيرب ابروندر، اذا هنا عندنا فعل تعلم تلقى الى غير ذلك، الى برونسي لوسون، افون دالي جوي il apprend ses leçons. ثم عندنا avant de traverser la rue، avant de traverser la rue il faut regarder s'il ne vient pas de voiture. اذا قبل اجتياز الطريق، avant de traverser la rue il faut regarder، يجب النظر، il faut regarder، يجب النظر s'il ne vient pas de voiture، اذا لم تأتي سيارة. ثم عندنا هذه العبارة il ne le montre à personne، il ne le montre à personne، إذا هو لا يظهره. طبعا هاد لو فيرب مونطخي اللي عندنا هنا هو اللي شفنا قبل قليل هنا، مونطخ مو، مونطخ مو أريني. إذا هنا عندنا إيل لو مونطخ، إيل لو مونطخ هو يظهره، هو يبينه، هو تيوريه. إيل لو مونطخ، إذا هو لا يظهره أ بيغسون، حتى شي واحد ولا أحد. إيل لو مونطخ أ بيغسون، هو لا يظهر لأي أحد، إنه لا مونتخ بيرسون، إذا هو لا يظهر لأحد. طبعا العبارة اللي تتردد هي أ بيرسون، لأي أحد. جو لي دي أ بيرسون، أنا لم أقله لأي أحد، هذا هو المقصود أ بيرسون، لأي أحد. جو لا مونتخ أ بيرسون، أنا لم أظهره لأي أحد. ثم جو لي دي أ بيرسون، je ne l'ai dit à personne. طبعا هنا في الاصل شنو عندنا؟ عندنا جي، جي دي، انا قلت. ثم je l'ai dit، انا قلت، انا قلت داك الكلام مثلا، انا قلت je l'ai dit، انا قلت. ما غتكونش عندنا هنا à personne، طبعا à personne ولا لاحد، هنا عندنا لا نيغاسيون يعني النفي. اذا هنا je ne le montre à personne، انا لم أظهره ولا لأي أحد. إذا عندنا في البداية كما قلنا جي دي، كما تلاحظوا عندنا لو باسي كومبوزي دو فيرب دير، ثم جو لي دي، أنا قلت جو لي دي أ أحمد، جو لي دي أ فاطمة، أنا قلت لفاطمة. إذا ثم جو نو لي دي، أنا لم أقله، تماما كما عندنا هنا. إل نو لو مونتخ أ بيرسون، في الأصل شنو عندنا هنا؟ إل مونتخ، إل مونتخ هو يظهر، il montre à أحمد، هو يظهر لأحمد، أو مثلا
إلا مونتخ أحمد هو يظهره لأحمد ثم ندخل هاد لانيغاسيون. في الأصل تتكون عندنا نو با، هاد أبيغسون تتكون في بلاصة با. إل نو لو مونتخ با، إل نو لو مونتخ با، إذا هو لم يظهره. ولكن في بلاصة تتولي عندنا أبيغسون حتى نؤكد النفي القاطع لهذا الأمر. إذن إن لا مونتخ بيرسون، إذن هو لم يظهر لأي أحد. كما نقول هنا جو نو لي دي با، أنا لم أقله. ولكن هنا ما عندناش جو نو لي دي با، أنا لم أقله. عندنا جو نو لي دي أبيرسون، أنا لم أقله لأي أحد. جو نو لي مونتخي أبيرسون، جو مونتخ، جو مونتخ كما تشوفوا عندنا لو مونتخ هنا في البريزون. جو مونتخ، تي مونتخ، إيل مونتخ، إيل مونتخ هو يظهر. إيل نو لو مونتخ بيرسون، إذن هو لم يظهره. طبعا هنا عندنا في البريزون. إيل نو لو مونتخ بيرسون، إذن هو لم يظهره لأحد. إذن هو لم يظهره لأحد، ولكن تنقولوا بالصيغة ديال لو بريزون ديال الحاضر. في الحقيقة تعني الماضي، وهذا ذكرناه فيما سبق. لكن هنا نتحدث عن الصيغة ديال الماضي، يعني بالصريح، بالكلام الصريح من خلال العبارة. طبعا نقول مثلا جي مونتخي، هنا في الأصل عندنا جي مونتخي، أنا أظهرته، أنا بينته. ثم جو لي مونتخي، جو لي مونتخي أحمد، جي مونتخي أنا أظهرته، ثم جو لي مونتخي أنا أظهرته، جو لي مونتخي، جو لي مونتخي أحمد، أنا أظهرته لأحمد. ثم نضيف هاد لانيغاسيون، جو نو لي مونتخي با، أنا لم أظهره، جو نو لي مونتخي با، أنا لم أظهره. أو في بلاصة هاديك با نضع أبيغسون، ولا لأحد، كما نقول ولا لأحد. جو نو لي مونتخي أبيغسون، جو نو لي مونتخي أبيغسون، أنا لم أظهره ولا لأحد، لأي أحد. ممكن إذا قلنا مثلا جو لي مونتخي à une personne. Je l'ai montré à une personne. انا غير تبدل المعنى. غتولي عندنا انا اظهرته لشخص. à une personne. لشخص. ولكن اذا قلنا à personne ولا لاحد. تتولي ولا لاحد. لان هاد personne تتعني لا احد. ثم ne la montre à personne. لا تظهره لاحد. ممكن نعطي شيئا لطفل ما فنقول له Ne le montre à personne. Ne le montre à personne. لا تظهر لأي أحد. ما توري حتى شي واحد. Ne le montre à personne. لا تظهر لأي أحد. ثم عندنا j'ai eu le droit de. J'ai eu le droit de. أنا كان عندي الحق كذا في كذا. أنا كان عندي الحق في كذا. لأفعل كذا. J'ai eu le droit de. مثلا J'ai eu le droit de faire ce que je veux. J'ai eu le droit de faire ce que je veux. أنا عندي الحق لأفعل ما أريد. J'ai eu le droit de faire لأفعل ce que je veux. ماذا أريد؟ J'ai eu le droit de prendre cette voiture. أنا عندي الحق لأخذ هذه السيارة. إذن عندنا هنا Tu n'as pas le droit de prendre les affaires des autres. Tu n'as pas le droit de prendre les affaires des autres. أنت ليس عندك الحق أو أنت ليس عندك الحق de prendre les affaires des autres بأن تأخذ أدوات الآخرين. أنت ما عندكش الحق تأخذ الأدوات ديال الآخرين. Tu n'as pas le droit de prendre les affaires des autres. ثم عندنا quand le feu est rouge les autos n'ont pas le droit de passer. Quand le feu est rouge عندما يكون الضوء أحمرا. كما نقول هنا عندما النار تكون حمراء. طبعا لوفو المقصود به هنا الضوء. لوفو روج الضوء الأحمر. كون لوفو إي روج عندما يكون الضوء أحمرا لي زوطو السيارات نون با لو دغوا دو باسي ليس عندهم الحق أن يمروا. ليس عندهم الحق في المرور. إذن كون لوفو إي روج كون لوفو إي روج لي زوطو نون با لو دغوا دو باسي. لي زوطو المقصود به هنا لي زوطوموبيل. Les autos n'ont pas le droit de passer. On n'a pas le droit de traverser la ligne jaune. On n'a pas le droit de traverser la ligne jaune. Et donc, on n'a pas le droit
ليس عندنا الحق لو ترافيرسي لا لين جون بان نجتاز الخط الاصفر. اذا حنا ما عندناش الحق نتجاوزوا الخط الاصفر. اون با لو دووا دو ترافيرسي لا لين جون. طبعا لا لين المقصود بها الخط جون اصفر. اونسويت هنا بريفيري اون ا ديجا في سوغير بريفيري كما نقول فضل. جيم لي بوم جيم لي بوم مي جو بريفير لي اورانج. جيم لي بوم مي جو بريفير لي اورانج. اذا المقصود انا احب التفاح مي جو بريفير لي اورانج ولكن انا افضل البرتقال. مي جو بريفير لي اورانج. جيم ميو المقصود بها هنا انا احب اكثر. طبعا انا احب التفاح لكنني بشكل اكبر احب البرتقال. جيم لي بوم انا احب التفاح مي جو بريفير لي اورانج ولكن انا افضل لي اورانج البرتقال. كما تلاحظوا عندنا لو فير بريفيري فيها الفضله. جيم ميو المقصود انني احب اكثر. جيم بي ليغ على ميزون انا احب بشكل كبير اقرا في المنزل. جيم بي ليغ على ميزون مي جو بريفير جو دور ولكن انا افضل لعب دور خارج خارج المنزل. داخل المنزل فقط للقراءة. جيم بيان ليغ على ميزون أنا أحب بشكل كبير القراءة في المنزل. جيم بيان ليغ على ميزون مي جو بريفير جو دور ولكن أنا أفضل اللعب دور خارج. جيم بيان لا كومبان مي جو بريفير لا مير. جيم بيان لا كومبان أنا أحب بشكل كبير البادية. جيم بيان لا كومبان أنا أحب بشكل كبير البادية مي جو بريفير لا مير ولكن انا افضل البحر. مي جو بريفير لا مير ولكن انا افضل البحر. اذا هناك اشياء احبها اكثر من الاخرى. جو بريفير انا افضل. ومن مثلا كلمات بريفيرونس. ومن مثلا كلمات بريفيرونس المقصود بها التفضيل. المقصود بها التفضيل. ثم عندنا لورتوغراف. إذن عندنا بعض الكلمات عندنا واغ اون دي مو كي كومبرين سو سون. إذن بعض الكلمات تتضمن هذا الصوت. شاك سواغ باغ اكزومبل. شاك سواغ كل مساء. مثلا جو لو فوا شاك سواغ انا اراه كل مساء. شاك سواغ. ثم عندنا لو تيغواغ. لو تيغواغ تنتكلمو على القابطة. لو تيغواغ. ثم عندنا لو سيال. لو سيال انوار. لو سيال انوار السماء سوداء. لو سيال انوار السماء هي كائنة موجودة نوار. طبعا هنا عندنا اتر في البريزون. لو سيال انوار il va pleuvoir. il va pleuvoir هو سيمطر. المقصود بان الجو سيمطر. طبعا هاد il c'est un pronom impersonnel ما ترجعش على شي شخص. مثلا إيل يستعمل كثيرا عند الحديث عن الجو إلى غير ذلك. نقول إيل في شو. إيل في شو إذا الجو ساخن كما نقول هو يفعل حرارة. إيل في فخوا المقصود بأن الجو بارد نقول كما نقول هو يفعل برودة. نقول كما نقول هو يفعل برودة. بنفس الشكل هنا إيل va pleuvoir هو سيمطر. المقصود بأن الجو سيمطر. نقول مثلا je voudrais avoir de tes nouvelles. انا اريد امتلاك من اخبارك. المقصود انا اريد ان تكون لي من اخبارك. بمعنى اخر انا اريد ان اعرف عن اخبارك. انا اريد ان اعرف عن اخبارك. je voudrais avoir de tes nouvelles. او نقول مثلا je voudrais avoir le numéro de ton téléphone. Je voudrais avoir le numéro de téléphone. Je voudrais avoir le numéro de téléphone. أنا أريد أن يكون لي رقم الهاتف. إذن تقال je voudrais avoir أنا أريد امتلاك le numéro de téléphone رقم الهاتف. ثم عندنا كلمة voir. ثم عندنا voir يعني نظرة. فعل نظرة. c'est le verbe voir. هذا فعل نظرة. ثم عندنا dicter. dicter. إذن نتكلم عن النقل. Il est 9 heures du soir. Il est 9 heures du soir. Il est 9 heures du soir. Inna tasi'a masa'an. Inna tasi'a masa'an.
كما نقول هنا إنها 9 ساعات دي سوار من المساء. إلي 9 دي سوار، إنها الساعة 9 مساء. لو ديني إي فيني، العشاء انتهى. لو ديني إي فيني، إذن هذا العشاء هو الذي انتهى. ثم عندنا بونسوار بابا، بونسوار مامون، مساء الخير أبي، بونسوار مامون، مساء الخير أمي، بونسوار مامون، غوني فا سكوشي، إذن غوني ذهب لينام، إذن هو يقول لأبيه بونسوار بابا، بونسوار مامون، غوني فا سكوشي، غوني فا سكوشي، إذن غوني ذهب لينام. ثم طون طابلي نواغ إي دون لو تيغواغ، طون طابلي نواغ، طون طابلي نواغ إي دون لو تيغواغ. طون طابلي نواغ، طون طابلي نواغ، وزرتك السوداء أي دون لو تيغواغ، هي في الجرور، هي في القابضة. ينفعنا لا كونجيغيزون دو فيرب إتر أو باسي كومبوزي. إذا طبعا أو سينغولي في المفرد نقول جي إتي مالاد، أنا كنت مريضا. كما تلاحظوا عندنا إتر أو باسي كومبوزي، عندنا هذا لو بارتيسيباسي دو فيرب إتر، ثم قبل منه عندنا لوكسيليغ أفواغ. إتر ما تيتصرف في لو باسي كومبوزي أو في أي زمن مركب، تيتصرف مع أفواغ. جي إتي مالاد، أنا كنت مريضا. تو إتي مالاد، أنت كنت مريضا. تو إتي مالاد، أنت كنت مريضا. إلى إتي مالاد، هو كان مريضا. إل إتي مالاد، هي كانت مريضة. إلى إتي مالاد، هي كانت مريضة. أو بلوريال، في الجمع نقول نوزافون إتي مالاد، نحن كنا مرضى. فوزافي إتي مالاد، أنتم كنتم مرضى. إيزو إتي مالاد، إذا هم كانوا مرضى. إيزو إتي مالاد، هن كنا مرضى. سنتابع القصة طبعا في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.